انا كون عاود ليكم صغري غتبكي والدم، ورغم ذلك تنشوفوا اقل من هادشي اللي عايشه دابا. في اي لحظه مهدده انني نخرج للزنقه، الرائحه بعد انا اللي عايشه فيها، انا عايشه بمعنى الكلمه انني في طواليط. حاشاكم هاد الحياه اللي عايشه فيها راه كتازم. تصوروا انها واحد الريحه راه ما يقدرش بنادم يتحمل هذيك الريحه، تنبقاو نشموها الليل كامل حتى الصباح، ما تيقدروش ينوضوا ليا البنات بعدا، تيبقاو دايخين، راه الفيران ما يقدوش ينعسوا هنايا. مهم اختكم عندها جوج بنات، وحده صغيره عندها 8 سنين وحده عندها 17 عام تبارك الله. لا اختكم تزوجات على 14 ونص اللي تشوفوا فيها. الحياه اكيد كانت قاسيه لدرجه انه واخا كانت قاسيه قواتني، ولو كاين واحد الضعف اللي مخبي تيخرج مره ولو تنقول لكم راه تيخرج مره ميت. المهم تنهضر شي موضوع راه اكيد تنتاثر. الظروف اللي انا عايشه دابا قصا كاع، انا ولو انا كون عاود لكم صغري غتبكي والدم، ورغم ذلك تنشوفوا اقل من هادشي اللي عايشه دابا، عايشه عدم استقرار بمعنى الكلمه. في اي لحظه مهدده انني نخرج للزنقه مع جوج بنات ماشي حتى بوحدي. هاد البيت هذا ماشي استقرار اخوتي، هاد البيت هذا راه جيت ليه غير مؤقتا، لان ما لقيت فين نمشي. كنت في البراكه عند امي، عندها بيت واحد، كان واحد المعاناه من غير ان الضيق، كانوا معاناه نفسيه، واكيد ما غاديش نهضر فيها لان تيبقاو داكشي حياتي الشخصيه وماشي داخله فيها انا، تيكونوا داخلين فيها اطراف ما يمكنش نهضر فيها. كان ضغوطات جد صعبه اللي العجب انني خرجت بعقلي الحمد لله. اكيد السلام عليكم مشاهدين قناه اشطاري. انا صديقه، انا يلا تعرفت بالاخت ايمان. الصراحه اثرت فيا انا ساكنه غير حداها، كانت صارني واحد الفيديو ديالها وشتها هنا كتصور حدا البحر، وعرفتها بان ساكنه غير قريبه لي، وجيت تنقلب عليها حيت صارني هاد الحاله اللي هي، وهي مع ذلك ديما مبتسمه وقلبها طيب وانسانه شريفه، باغا تخدم بدراعها وباغا تربي بنيتها. انا راه ما نكذبش عليكم، راه كنتاثر انا بها بزاف حيت انا عجبتني داك الطيبوبه اللي فيها. تصوروا انني كنكون خارجه كتبقى شفت شي مسكين كتمدلو كتقول لك انا كون كانوا عندي نعاون الناس، زعما انسانه طيبه بكل معنى الكلمه ومسكينه وشريفه اقصى درجه، انسانه شريفه باغا تخدم على بنيتها وباغا غير استقرار، ما كرهاتش غير واحد البيت وكوزينه فين تستقر. هاد الحياه اللي عايشه فيها راه كتازم. تصوروا انها واحد الريحه راه ما يقدرش بنادم يتحمل. اختكم دابا في واحد الحاله يرثى لها ولا تحسد عليها اخوتي، ما نكذبش عليكم، الرائحه بعد انا اللي عايشه فيها، انا عايشه بمعنى الكلمه انني في طواليط. حاشاكم اخوتي عايشه في الطواليط، واللي جالس معايا راه هما يكذبوني الا كنت نكذب. الدار أيلة للسقوط، هذه ماشي اصلا ماشي ديال السكنه، هذا البيت هذا اللي عايشه فيه غير زايد، يعني بحال وسط الدار زايد ماشي ديال السكنه، أيلة للسقوط. قديمه هاد الدار هذه، كانت غير ديال خالتي ماشي ديالها، كارياها من قديم يعني من سنين. وانا يمين شافتني في هاد الظروف اللي شافتني قاسيه عليا قالت لي اجي استقري في هاد البيت بدمن تلقاي، اولا ماشي ديال المعيشه، ثانيا فيه الوراثه مواليه نوضي نحيح على هاد الشيء هذا، واخا هو راه لا اله الا الحمد رسول الله. هادشي اللي كاين اخوتي، اش نقول لكم، ظروفي راه ربي اللي عالم بيا، راه الله اللي تيعلم على كل واحد، راه ولا الواحد يهضر حتى هي تيبقى الله تيعلم على الواحد من هو من تيتزاد، راه هو عالم عليه وعالي عليه. يعني اخوتي تنتمنى نلقى يد مساعده ولو غير بالدعاء ولو بالمشاهده كاع، الا بغيتو تعاونوا مع اختكم راه دايره محتوى محترم، يعني انا وبنياتي ربي اللي عالم كيفاش دايره، وتنحاول ما امكن نعطي محتوى اللي يعاون يساعد. المهم تنعطي تجربتي البسيطه في الحياه اكيد، وهادشي اللي كاين اخوتي العزاز. هي عايشه فيها راه ليل ونهار وكيباتوا هنا في هذا البيت، راه الفيران ما يقدوش ينعسوا هنايا، راه لا اله الا الله. ما نكذبش عليكم، ما كرهتكمش تعاونوها، والا كان شي محسن اللي يحن عليها بهذا المعنى، راه حنا ما عندنا ما نخبيو، راه انسانه مسكينه تستاهل انكم تعاونوها وتدعموها. الله يرحم الوالدين، اعتقوها راها في خطر، راها بزاف ديال الظروف وبزاف ديال المسائل اللي هي ما بغاتش تقولهم اصلا، راه هذه غير اللي باين، اما اللي ما باينش ما خفيه كان اعظم. الله يرحم الوالدين الا ما عتقوها، عتقوها راه مسكينه، راه بزاف داك الشيء ديالها، راه لا اله الا الله. انا اللي عارفه وانا اللي عاودات لي راه لا اله الا الله، الله يرحم الوالدين الا ما عتقوها.
تنوجه الرسالة لأخوتي المغاربة اللي أكد لي القلوب الرحيمة اللي مستحيل مستحيل أنا متأكدة دي بعد ما يختلفش عليها جوج مستحيل يشوفوا أختهم وما غاديش يتعاونوا معها ولو قلت لكم أخوتي ولو كلمة طيبة ولو بالدعاء ولو بالبارتاج لختكم هي في ذاك القناة ولو تجيني غادي 16 فريال عمري تخلص من ذاك القناة عمري في حياتي لأن أخوتي باقا صغيرة أنا يلا تنتقاتل عليها وكاينين وجوه الخير اللي فحال وجوهكم باقين معايا ولكن باقا صغيرة القناة تنقول ولو غير تجيني ذاك 16 فريال تعاونني شوية واكيد لا جا شي خير من عند الناس باغين يديروا الاجر راه تيديروه لله في سبيل الله راه تيديروه خسر في الجنه اخوتي هادشي اللي كاين الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد